فكرة في مبادرة أو مشروع إحياء فيها فكرة إنه الواحد إذا درس وتعلم وتخصص ما يفيد فيه المجتمع والبيئة اللي محيطة فيه. إيش الفائدة؟ إيه، فبالتالي إيش الفائدة من الدراسة؟ إيش الفائدة من العلم اللي أنت درسته؟ إيه؟ ففكرة إنه مجموعة شباب دارسين في الهندسة وخصصوا من وقتهم ومن من فلوسهم وحتى يعني من العلم اللي هم درسوه وفادوا فيه المجتمع وغيروا حياة ناس كثيرة، يعني جدا حلو. وعلى فكرة ترى هم بيساعدوا بنشر ثقافة التطوع بين الشباب، صار كل واحد فيهم يدي خبر للناس اللي يعرفهم، فشوي شوي بيكبر التيم، ودحين صار في معاهم ناس يعني ما هم مهندسين، طلاب من تخصصات تانية بيجي يساعدوهم في الكونستراكشن سايت، في مكان البناء، بيدوروا لهم سبونسرز عشان يدعموهم، يعني بيحاول يساعدوهم في كل شيء يقدروا عليه، فشيء مرة جميل. وكمان يعني أنا ونوف قاعدة نتناقش مع واحدة من بنات اللي في الفريق، فقالت لنا إنه لما كانوا بيشتغلوا على المدارس انتبهوا إنه في طلاب تركوا الدراسة عشان يشتغلوا، بس لما شافوا إحياء وهم بيرمموا مدرستهم اتحمسوا فصاروا يساعدوهم. بعدها يعني نفس الطلاب دول قالوا لهم إنه نفسهم لما يدرسوا ويكملوا دراسة إنهم يأخذوا نفس التخصص اللي حقون طلاب إحياء عشان يسووا زيهم لما يكبروا. قصدك يعني طلاب من الجامعات؟ من نفس المدرسة اللي هم بترمم اللي تترمم. إيوه، إنه حبوا يكونوا زيهم يعملوا عمل تطوعي برضو. أنا لاحظت كثير ناس يسووا أعمال تطوعية في الجدة وفي غيره، تحس أحيانا كذا ما عندهم خطة واضحة، يعني يخشوا كذا مثلا على منطقة ناس مساكين ممكن يلخبطوها شوية، بس نبغى نسوي أي شيء، لكن أحياء عندهم بلان، خطة واضحة، حنخش حنرمم حنلون لأنهم متعلمين. فهذا أنا هذا شيء مرة عجبني. أتذكر نفسي يعني لما كنت تعبت بعد الحر حسيت إنه فعلا في طاقة وأبغى أسوي أي شيء، دخلت كذا ورحت أنقص الفوم وأبغى أسوي حاجة. إيوه، كنت أقول لحسين يعني شغلني أي شيء ثاني، أي حاجة لا تسيبني واقف كذا. صح، في حاجة لذيذة كمان شفتها، شفت الأطفال اللي كانوا قاعدين تحت. أيوه، هو صح ما كان في دراسة في المدرسة، لسه قاعدين بيصلحوا ويرمموا وجايين يتفرجوا، عارف اللي بس يبي يعرفوا متى حنبدا ندرس، متى حيخلص الفصل، متى، ومبسوطين، يعني شيء يجيب السعادة. لا يعني عليهم دهشة كذا وفرحة. بس مزبوط، يعني أنا كمان من الأشياء اللي عجبتني في التجربة عموما إنه حتى الجانب الصحي مهتمين فيه، نعمل ستريتشينج، نعمل رياضة، نتنفس، نتحمس كذا. جايبين أصلا واحد قال إنه هو مدرب أصلا يفهم في دي الأشياء، فيعني من كل النواحي مغطينها، وأنا مرة انبسطت في التجربة دي.